يا صباح الخير والهنا والسعادة على حضراتكم مشاهدينا، أهلا بيكم في يوم جديد وصباح جديد من صباح مي. بصبح على حضراتكم وعلى زميلي مايكل منصور اللي هنتشارك تقديم الحلقة النهاردة. صباح الخير يا مايكل. صباح الخير يا نرمين، وصباح الخير أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج صباح مي، وحلقة النهاردة الأربعاء الموافق 25/9 لعام 2024. يا رب أيامكم كلها تكون بخير وبصحة وبسلام. اخيرا هنقول الجو اتحسن، والكلمه دي بتزعل جدا نرمين، ولكن بالفعل الجو بدا يكون الطف، وان شاء الله ما يبقاش فيه موجه كمان حاره ونخش على الخريف وبعدين فصل الشتاء. وكل سنه وحضراتكم طيبين. خليني افكر حضراتكم بفقراتنا. اولى فقراتنا هتكون فقره الاخبار اللي بنحلل فيها نشاط فخامه الرئيس في الداخل والخارج. عندنا ايه تاني؟ فقرتنا التانية فقرة الصحافة زي ما حضراتكم متعودين، بنتابع فيها أبرز وأهم المنشطات اللي وردت في الصحف. هيكون معانا الكاتب الصحفي محمود الضبع عبر الهاتف. فقرتنا التالتة بنتكلم عن موضوع مهم جدا. خلاص الدراسة بدأت، يعني قبل أيام من النهاردة بدأت الدراسة وكله دخل المدارس في مراحل مختلفة، ابتدائي إعدادي ثانوي أو حتى جامعات. ولكن بعض ساعات بتكون عندنا بعض الأولاد عندها صعوبة في التعلم. يا ترى صعوبة التعلم دي بتختلف من شخص لشخص؟ في بعض العوامل اللي بتخلي الطفل ما يقدرش يتقبل أو يقدر يروح المدرسة، أو فكرة كمان ممكن يكون ولد صغير لسه في المراحل الأولى ويبتدي يخش كيجي، فالموضوع بالنسبة له صدمة انتقال إن يكون طفل طليق بيلعب وفجأة يلاقي نفسه في مدرسة أو في حضانة. هنتكلم باستفاضة، والفقرة دي هتكون مع زميلتي نرمين، وهيكون ضيفها في الاستوديو دكتور مينا عزت استشاري الصحة النفسية. كل ده وأكتر، ولكن نطلع فاصل، وبعد الفاصل خليكم معانا. مرحب بحضراتكم من جديد، كل سنة وحضراتكم طيبين وبصحة وبسلام. خلاص بدأ العام الدراسي ومهام العام الدراسي زي ما احنا شفنا طبعا مراحل مختلفة، ابتدائي اعدادي ثانوي، ومستلزمات الدراسة الكشاكيل والكتب وحاجات تخص الجامعة والمواد العلمية. موضوع بصراحة مكلف جدا، ربنا يكون في عون الناس. خليني افكر حضراتكم بخدمه اتحبوني المناره الكبيره اللي موجوده في المركز الثقافي القبط الارثوذكسي، وبصلوات حضره صاحب النيافه والغبطه نيافه الانبا ارميه الاسقف العام رئيس المركز الثقافي القبط الارثوذكسي. كانت خدمه اتحبوني بدات السنه اللي فاتت فكره الدروس للاولاد في المراحل الاعدادي والثانوي، ونشكر ربنا على مدار السنه كان الاولاد بيستفادوا في دروس وطول السنه. مش بس كده، كمان كان في آخر سنة في مراجعات نهائية لغاية ما الأولاد امتحنوا ونجحوا، ونشكر ربنا يعني الموضوع عد على خير. كل ده طبعا كان بالمجان. أتحبوني لسه مكملة معاكم كمان السنة دي، وبرضو موفرة الدروس للمرحلة الإعدادية والثانوية. ومش بس كده، كمان بتوفر أتحبوني للأسر الأكثر احتياجا الكشاكيل والكتب والكراريس والحاجات العلمية فيما تخص الكليات العلمية. برضو مش بس كده، كمان أتحبوني بتوفر للأسر الأكثر احتياجا مصاريف المدارس في جميع المراحل. يعني كل المجهود الكبير اللي بيتم على مدار العام، وكل المجهود ده كله من مدرسين وخدمة، وبصراحة سيدنا يعني طول الوقت بيهتم فيما يخص بخدمة أتحبوني. ده بفضل صلواتكم ودعمكم طول الوقت، من فضلكم كملوا كمان معنا في الخدمة عشان تبقى أكتر وأكتر. هستأذنكم نروح نشوف التقرير وبعد كده نرجع نكمل حلقتنا. من أكتر المشاهد المفرحة اللي بشوفها أول يوم دراسة الصبح. والولاد لابسين اليونيفورم بتاعهم، لابسين الشنطة الجديدة الحلوة اللي جواها الأدوات المدرسية اللي كل الولاد بيفرحوا بيها. مشهد حلو وجميل، وكلنا بنبقى فرحانين ببداية عام دراسي جديد. لكن للأسف مش كل الآباء والأمهات يقدروا إنهم يوفروا الحاجات الجديدة لأولادهم، والحقيقة أن ده بيبقى شعور صعب جدا ما بين الطلبة والطالبات، لما يبقى ولاد جايبين حاجات جديدة شكلها حلو وفرحانين بيها والتانيين بيتفرجوا عليهم.
عشان كده فأتحبني مهتمين جدا بالتعليم وتشجيع ولادنا على انهم ياخدوا اكبر قدر ممكن من التعليم وهم مبسوطين ومعاهم الادوات الخاصه بيهم. زي ما حضراتكم شايفين كده عندنا كم هائل من الادوات المدرسيه اللي بتتوزع للاسر الاكثر احتياجا. الحقيقه مش بس الادوات المدرسيه، لكن كمان اتفاجئت انه الادوات العلميه اللي طلبه الكليات العلميه بيحتاجوها موجوده في خدمه اتحبني. بدعوكم كمان انكم تشاركوا. لو انت كنت طالب في كلية عملية وعندك أدوات خلاص مش هتستخدمها تاني، حاول إنك أنت تتبرع بيها وتجيبها علشان غيرك يستفيد. كمان في حاجة مهمة قوي عايزة أقولها لكم، الناس اللي مش بيبقى عندها مقدرة إنها تدفع مصروفات المدرسة أو الكلية أو المعهد، خدمة أتحبني بتحاول إنها يعني توفر ده على قدر الإمكان لكل الطلبة اللي يستحقوا ده. شاركونا ودعمونا في خدمة أتحبني وخدوا البركة الكبيرة دي. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. هنبدأ معاكم أولى فقراتنا، فقرة الأخبار. أول حاجة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعرض المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء. هنروح نتابع التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء القائمة على تنفيذ عدد من المشروعات والاستثمارات في شتى القطاعات تنمويا وعمرانيا وسياحيا وثقافيا، وذلك في إطار خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من مقومات كل محافظة وفقا لطابعها الخاص وميزاتها التنافسية. وفي ذلك السياق شهد الاجتماع متابعة تطورات تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بمحافظة جنوب سيناء خاصة مدينة شرم الشيخ والجهود الرامية لرفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية بالمدينة بما يعزز من مكانتها السياحية لا سيما في ضوء اسمها المتميز عالميا. وتطرق الاجتماع أيضا إلى متابعة مشروعات التنمية بطابة ونويبع وأبرديس والطور بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين الذي يسعى لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية، حيث حرص السيد الرئيس على متابعة الموقف التنفيذي لجميع عناصر المشروع تمهيدا لافتتاحه على النحو الذي يتناسب مع قيمته التاريخية والثقافية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة وتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحي لمحافظة جنوب سيناء في ظل ما تتمتع به من مقومات ذات طابع فريد مع استكشاف وتنفيذ آلية
آليات جديدة لتحفيز الاستثمارات في جميع مدن المحافظة، خاصة على صعيد دعم وتمكين الشباب ومشروعاتهم الناشئة وإعطاء هذا الأمر أولوية، مشددا كذلك على ضرورة أن تتضمن عملية التنمية بالمحافظة رفع كفاءة وتطوير القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين على النحو الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات. برحب بحضراتكم جديد، ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. الخبر بيقول فخامة الرئيس عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، استعرض خلاله المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة سيناء. وعشان نعرف تفاصيل أكتر حول هذا الخبر معانا عبر الهاتف الأستاذ فارس حسني، أمين عام نقابة السياحيين. صباح خير يا فندم. صباح النور يا فندم، ازي حضرتك؟ منورنا يا فندم في صباح مين. صباح النور، الله يخليك. عايزين نعرف البداية يا فندم، احنا وصلنا لفين في التنمية الشاملة فيما يخص محافظة سيناء؟ طبعا الدولة ليها خطة وطنية استراتيجية لدعم السياحة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخطة دي تعتبر في 6 محاور، منها كيفية التعامل مع تطوير مدينة وكمان محافظة جنوب سيناء لأهمية المشروعات التنموية، ولأن هناك في جنوب سيناء في 13 مشروع وفي شمال سيناء 14 مشروع. صحيح. طبعا العالم كله بيترقب مشروع التجلي الأعظم ومشروع سانت كاترين، فطبعا لازم يكون في تنمية. فالسيد الرئيس دايما بيعقد مؤتمرات وبيعقد الأجندة للخطة والتطوير اللي موجود في هذه المدينة وهذه المحافظة لأهمية وجعل مدينة شرم الشيخ ومدينة سانت كاترين على الخريطة السياحية العالمية واستهدافها والتنافس العالمي الموجود. غير كده كمان مصر بتتميز بمقومات سياحية وشاطئية وثقافية، كمان هذه المدينة مدينة سانت كاترين تعتبر مدينة برسالة سلام للعالم كله ودخول، وكمان زيارة السيد المسيح لهذه المدينة ورحلة العائلة المقدسة، ونحن على دخول سياحة وسلام وشعار منظمة السياحة العالمية لأهمية العالم كله رغم التغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة. تحياتي لحضرتك أستاذ فارس، وزي ما حضرتك ذكرت اهتمام سيادة الرئيس برفع كفاءة المشروعات، يعني الكثير من المشروعات تم إقامتها في محافظة جنوب سيناء، رفع كفاءة الطرق والكباري العائمة الكتير اللي تم إنشائها، الاهتمام بمشروع التجلي الأعظم والعديد من المشروعات السياحية. عايز أعرف من حضرتك طبعا يعني اتجاه الحكومة دلوقتي نحو الاستثمار وجذب المستثمرين، حضرتك شايف إقامة كل هذه المشروعات هيعود إزاي بالاستثمار أو بفائدة على الاستثمار يا فندم؟ تحياتي لحضرتك. طبعا الدولة شغالة في اتجاهات كبيرة، شغالة في مشروع رأس الحكمة رأس بناس، شغالة في بعض المشروعات التنموية لجعل الاستثمار في ظل تعديل قانون الاستثمار رقم 160 لسنة 2023 وحوافز الاستثمار للمستثمرين لاستجلاب أعداد كبيرة لكمان توسعة وزيادة عدد الغرف، لأن مصر بتمتلك من عدد الغرف 212 ألف غرفة، خطة
الدولة حتى 2028 لزيادة 500,000 غرفة، وده بيستهدف مع خطة الدولة ب 30 مليون سائح حتى 2028 بحجم الاستثمارات من كل العالم كله. مصر على الخريطة السياحية، ودايما مصر بتمتلك المقومات في ظل هذه الأجواء وفي ظل سياحة وسلام، والعالم دايما بيقدم محبة من خلال السياحة وعدد المسافرين لدول العالم. طيب استاذ فارس، ده خليني اسال حضرتك ليه التركيز على جنوب سيناء؟ يعني جنوب سيناء تتمتع بموقع استراتيجي طبعا، ويعني في حاجات موجوده هناك طبعا مش موجوده في اي مكان في العالم. انت شايف اهميه الاهتمام بهذه المنطقه في هذا الوقت؟ لان جنوب سيناء حضرتك تعتبر بتتميز من سياحة المؤتمرات والمهرجانات، والكلام ده شفناه في اخر 2022 لاستضافة مصر مؤتمر المناخ العالمي باكثر من 190 دولة. الاهتمام لان مدينة سانت كاترين تعتبر هتستجلب باذن الله الاكثر 2 مليار قبطي، وكمان زيارة هذه المدينة من الاماكن السياحية والعلاجية، وتعتبر مدينة فيها سياحة المشاهدة وسياحة الروحانية وسياحة التجلي لهذه المدينة. الخريطة الاستراتيجية للعالم كله تصدير هذه المدينة وهذه المحافظة، ان احنا عندنا تنوع من المحافظات وتنوع من السياحة العالمية، وده بيجعل مصر على الخريطة السياحية العالمية. ودايما بنوجه رسالة للعالم كله عبر هذه القناة الجميلة، بنقول كل بلاد الدنيا جميلة ولكن أجمل من وطن الله. صحيح. مصر بلدنا، مصر الوطن، تحيا مصر. صحيح صحيح طبعا، كل الدعم والتقدير والنجاح. احنا شايفين طبعا مجهود كبير جدا فيما يخص ملف السياحة، مش بس محافظة جنوب سيناء ولكن أماكن كتيرة جدا، وزي ما كنا بنقول برضو زي ما حضرتك كنت بتقول في أماكن موجودة في مصر مش موجودة في أي مكان، يعني تركيبة غريبة جدا، سياحة علاجية، شواطئ، أثار، كل حاجة موجودة في مصر جميلة. بشكر حضرتك جدا أستاذنا الأستاذ فارس حسني أمين عام نقابة السياحيين، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم فقرة الأخبار بعد الفاصل. في الوقت اللي مصر كانت بتشهد فيه مجموعة من التحديات الداخلية وفي مقدمتها الخطر الإرهابي وانفلات الوضع الأمني، كانت الساحة الخارجية أيضا مليئة بالكثير من التحديات والتهديدات غير المسبوقة، وده في ظل موجة الاضطرابات السياسية والأمنية اللي شهدتها العديد من دول الشرق الأوسط، واللي كانت بالطبع بتمثل تهديد للدولة المصرية والأمنها القومي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. علشان كده القيادة السياسية الرشيدة كانت حريصة وهي بتتحرك لإصلاح الوضع في الداخل وإرساء معادلة أمنية مستقرة، إنها تخطو سياسة خارجية فعالة تضمن ليها حماية أمنها القومي وإحياء علاقتها الخارجية مع الدول الشقيقة قتل في دوائرها التقليدية بمزيد من التحركات الإيجابية. فهنلاقي إن الدائرة العربية على سبيل المثال كانت بتحتل مركز الصدارة في زيارات القيادة السياسية الخارجية، واللي بلغت خلال 9 سنين 41 زيارة. ساعدت مصر من خلالها إلى إعادة تنشيط العمل العربي المشترك بأبعاده المختلفة بالشكل اللي يضمن تحقيق مصالح دول المنطقة من جانب، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية من جانب آخر. ده طبعا بجانب دور مصر الفعال في إنهاء العديد من الأزمات والصراعات اللي شهدتها دول المنطقة، انطلاقا من ثوابتها اللي بتستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري وتحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز السلام والازدهار لدول المنطقة. ده غير ان مصر فتحت بابها لاكثر من 9 مليون ضيف من جنسيات مختلفة عايشين وسطنا، وفي كل ازمة كانت مصر بتحرك اساطيلها بالدعم المادي والمعنوي لشعوب الدول العربية. اما بالنسبة لتحركات مصر الخارجية في نطاق الدائرة الافريقية فنقدر نوصفها بانها كانت واحدة من التحولات الكبرى اللي احدثتها السياسة الخارجية المصرية خلال 9 سنين اللي فاتوا، وده لأن الدبلوماسية المصرية النشطة والفعالة بعد 2014 نجحت في استعادة الدور الريادي لمصر في القارة السمراء، واللي كان أبرز مظاهره تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019 وقيام القيادة السياسية ب 30 زيارة للدول الأفريقية. كمان حرصت مصر على أنها تكون صوت أفريقيا في الفعاليات الدولية زي مؤتمر المناخ
كوب 27 اللي استضافته عام 2022 ومؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا من أجل السلام في أفريقيا وقمة السبع في باريس وغيرها من المشاركات الفعالة مع بقية دول القارة وخصوصا المتعلقة بمواجهة التهديدات مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والأوبئة وتدهور البيئة. ومصر كانت حريصة على تنويع علاقتها وشراكتها الخارجية الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة مع القوى الكبرى زي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي بجانب اهتمامها بتعزيز تحركتها على صعيد القارة الأسيوية، وده انعكس من خلال العديد من الزيارات اللي قامت بها القيادة السياسية لدول القارة واللي بلغت نحو 19 زيارة منذ توليه الحكم، وانضمام مصر لمبادرة حزام واحد طريق واحد وكمان انضمامها للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وفي إطار سعيها لتعزيز ثقلها السياسي والاستراتيجي في علاقتها الخارجية، عملت مصر على بناء تحالفات إقليمية وإعادة تشكيل أخرى قديمة زي منتدى غاز شرق المتوسط اللي عزز من وضع مصر على خريطة الطاقة الإقليمية والدولية، وتحالف الشام الجديد اللي بيعد نواة لتعاون وتكامل عربي مشترك في كافة المجالات، والمنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة واللي بيعتبر آلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين دول المنطقة لمواجهة أي تهديدات أمنية وفي مقدمتها الخطر الإرهابي. وكان لإدراك القيادة السياسية للأبعاد الجديدة للأمن غير التقليدي دور مهم في إبراز هذه القضايا على أولوية أجندة السياسة الخارجية المصرية وخصوصاً قضايا الأمن الغذائي والحقوق المائية، ده غير قضية الإرهاب اللي بيمتد تأثيرها السلبي للأمن العالمي والإقليمي. علشان كده مصر طرحت مقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب وأكدت عليها القيادة السياسية أكثر من مرة في خطاباتها بالمنتديات الدولية. وبعد 9 سنين من جهودنا في ملف السياسة الخارجية المصرية اتأكد للجميع أن مصر نجحت من خلال سياستها الخارجية الواعية ووضوح رؤية قيادتها وثقتها في قدرات شعبها في أنها تنتقل من مرحلة استعادة التوازن إلى استعادة التأثير، ويكون تعزيز علاقة مصر بأشقائها وجيرانها صفحة رئيسية من صفحات حكاية وطن. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، لسه مكملين معاكم فقرة الأخبار. هنتكلم عن توجه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى نيويورك للمشاركة في أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هتنعقد خلال الفترة من 22 ل 29 سبتمبر الجاري، حيث تشارك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ. احنا عشان نعرف تفاصيل أكتر عن الدورة ولا فعاليات اللي هتقام أو اللي أقيمت بالفعل، هيكون معنا دكتور مصطفى شربيني مدير مبادرة البصمة الكربونية والمستدامة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو واستشاري المناخ والاستدامة بالأمم المتحدة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير عليك الإعلامية المتميزة الأستاذة نرمين، صباح الخير عليك أستاذ مايكل الإعلامي القدير، أهلا وسهلا بك. صباح الخير يا دكتور، دايما منورنا في صباح مين. أشكرك. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني بداية عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة يا فندم. يعني تأتي الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل إخفاقات التنمية المستدامة اللي تم تقييمها العام الماضي إنها وصلت لـ 13% في نصف المدة بس من الإنجازات بتاعتها، وده كان يعني زي ما بيقولوا نقطة الانطلاق للدورة 79 بقمة المستقبل لتجديد وتحديث أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. فأقيمت قمة المستقبل يوم 23، تم أصفرت عن تبني العالم لميثاق المستقبل خلال فعاليات هذه القمة، ورؤساء العالم وزعماء العالم اجتمعوا أو تبنوا هذا الميثاق اللي بيعالج التحديات والثغرات الحرجة في الحوكمة العالمية للتنمية المستدامة. وكانت بتهدف قمة المستقبل للالتزامات، تأكيد الالتزامات لأهداف التنمية المستدامة
في ميثاق الأمم المتحدة مع تعزيز التعاون وإرساء أطر في التنمية المستدامة الخاصة بالتكيف في المناخ والتحديات التمويل المناخ، وكمان اتكلمت بشكل كبير عن الأجيال القادمة والتنمية المستدامة وعن عدم ترك أحد خلف الركب من أجل تعزيز السلام والتنمية. وده موضوع السلام كان نقطة حتعصف بالميثاق، لأن روسيا جت اعترضت عليه في آخر الوقت، ولكن العالم كله صوت تجاه قبول الميثاق ولم ورفض الطلب الروسي، واهتمت بأن الشباب هو يعني أساس التغيير. ولكن مش بس القمة اللي بتركز فيها الدورة السابعة والتاسعة والسبعين، مش مركزتش على قمة المستقبل فقط، في مناقشات أخرى كانت خاصة زي اليوم خاصة بارتفاع منسوب مياه البحر، ولأول مرة في التاريخ يعني الأمم المتحدة بتعقد اجتماع خاص رفيع المستوى عن ارتفاع منسوب سطح البحر. صحيح. وده من أثار التغيرات المناخية، وبتعمل بناء تفاهمات مشتركة وتعزيز تعاون مع كافة الدول والقطاعات في معالجة التهديدات اللي بيفرضها ارتفاع منسوب سطح البحر، لأن من المحتمل أنه يزيد خلال لحد 2050 من 15% ل 30%. أيوه. وجاء موضوع المضادات الحيوية أيضا في دكتور، ده يخليني أسأل حضرتك، طبعا يعني مصر بتشارك بشكل مباشر طبعا لوجود لها مقعد دائم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكمان دي الدورة الأولى أول مرة تشارك فيها فلسطين بعد يعني الاعتراف بوجود مقعد دائم لها كمان مرة. عايز أعرف من حضرتك يعني ناخد فكرة عن معاهدة التلوث البلاستيكي اللي هتشارك بيها معالي الوزيرة. طيب، معاهدة التلوث البلاستيكي دي أثيرت أو بتصار في جمعية الأمم المتحدة للبيئة، كانت في نيروبي في نهاية فبراير الماضي. والموضوع ده يعني موضوع حيوي بيتناول يعني طريقة جديدة للحوكمة في موضوع التلوث البلاستيكي. طبعا يعني انا عاوز اقول حاجة، ان بيقام في نفس الوقت في بتقام الجمعية اسبوع المناخ الامريكي. اسبوع المناخ الامريكي في نيويورك ده من اكبر الفعاليات في العالم للمناخ، ان لم يكن اكبرها على الاطلاق بعد الكوب. فبيتم فيه مناقشة موضوع التلوث البلاستيكي للخروج بمعاهدة دولية السنة دي على غرار معاهدة التغيرات المناخية زي مؤتمر الأطراف كده، ولكن يعني بتهتم بصحة الإنسان وأثر ذلك على المناخ، لأن بيعتبر دكتور ممكن نبسط الموضوع أكتر للناس، يعني إيه تلوث بلاستيكي؟ التلوث البلاستيكي طبعا يعني العالم شهد خلال الفترة الماضية الكثير من النفايات البلاستيكية في المحيطات والمياه، وهددت الكثير من الحياة أو التنوع البيولوجي والأحياء المائية، وهددت الإنسان بحريق البلاستيك في مكامير القمامة، وسببت الكثير من الأمراض، بخلاف انه بيعمل انبعاثات لان ده مخزن للكربون. البلاستيك مصنوع من الوقود الاحفوري، فده مخزن للكربون. مخزن الكربون ده في حالة يعني تلفه او اعادة تدويره بيطلع الانبعاثات الكربونية مرة تانية الى طبقات الجو، وتسبب اكتر من 4% من غازات الاحتباس الحراري. معالي الوزيرة بتهتم بأن مصر تكون في طليعة الدول الموقعة على اتفاقيات التغير المناخي والاتفاقيات البيئية، والمفترض بنهاية هذا العام هيتم التوقيع على اتفاقية البلاستيك، هتبقى على غرار اتفاقية الأطراف دي. من شأنها أن تعزز الشفافية والمساءلة
وتطور مؤشرات لتتبع التدابير المتعلقة بأداء البلاستيك وأثره على المناخ وأثره على البيئة. فمصر بتشارك في أيضا في قمة المناخ في نيويورك من خلال يعني قمة المناخ فيها الكثير من الفعاليات وورش العمل، وفخامة الوزيرة بتشارك بقوة في هذا المؤتمر الهام، لأن المؤتمر ده يعتبر هو مؤتمر اللقاء الاستثماري لكل القطاع الخاص وكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات الدولية، وبيلاقوا فيه فرصة إن في نفس توقيت الجمعية العامة للأمم المتحدة المشاركون بيشاركوا أيضا في أسبوع المناخ مع المنظمات والشركات اللي بتهتم بتمويل المناخ. وشهد حاجة غريبة المؤتمر أو الأمس إن ولاية كاليفورنيا رفعت قضية على شركة أكسون الشهيرة بخصوص التلوث البلاستيكي، ودي أكبر شركة في العالم في قطاع النفط، لأن اتهمتها بأن إعادة التدوير ليس على ما يرام. فالعالم بيتجه نحو البلاستيك الآمن من خلال إعادة التدوير الفعال، والحاجة الثانية من خلال البدائل الطبيعية. صحيح. فالجمعية العامة للأمم المتحدة في نفس الوقت كان في الأمس بالأمس الهيئة الدولية للأرصاد عاملة السيشن أو اليوم بتاع الإنذار المبكر، واليوم الإنذار المبكر دي مبادرة كبيرة جدا بتتبناها الأمم المتحدة علشان ما يتركوش أحد يعني يموت بسبب يعني قلة الوعي وقلة الإنذار. وتم في هذه القمة مراعاة إنها تكون يعني أو تحت إشارة أو نقول الإنذار المبكر للجميع، فكان اسمها EW for all. فكانت في السنة من 20 من يوم 22 من هذا العام تراخت فيها رئيسة الهيئة الدولية للأرصاد الجوية البروفيسور ساولو، وكانت سلطت الضوء على أهم البيانات الجوية والتنبؤات ومخاطر إن ما يلتزمش العالم بنظام كبير للإنذار المبكر تحت شعار فقدان حياة واحد يعني فقدان الكثير. جميل، صحيح، يعني معلومات كتيرة جدا، ويعني طبعا الكثير عن التلوث البيئي وتغير المناخ واهتمام الحكومة بهذه المواضيع. بنشكر حضرتك جدا دكتور مصطفى الشربيني، مدير مبادرة البصمة الكربونية والمستدامة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكس، واستشاري مناخ والاستدامة بالأمم المتحدة، كنت معانا على الهاتف يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، دلوقتي نطلع لفاصل، بعد الفاصل خليكم معانا. اكسر اي وده من بداية الدنيا والاخر.
في كل ذكرى الانتصار جيشنا العظيم بعد ما جدو نعيم يحكي لعنه عن زمايله عملوا ايه وازاي في عز الضلمة قدروا يشوفوا نور وتجهزوا ازاي للعبور وانا بحضنه بقوله اني فخورة بيه ليا الشرف اني حفيدة البطل جدا اللي رجع أرض سينا الله عليه هو اللي علمني ان انا احب الوطن وعشان كده من حقي ان اتباهى بيه ليا الشرف اني حفيدة البطل جدا اللي رجع أرض سينا الله عليه هو اللي علمني ان انا احب الوطن وعشان كده من حقي ان اتباهى بيه عشت يا مصر وعاش حراس الوطن جيل بعد جيل وشرعنا يكسر قايل وده من بداية الدنيا والاخر الزمن تعلم يا ام الدنيا والادب صحيح تعلم يا ام الدنيا والادب صحيح جدو اللي يا ما حكالي والعمر اكتفى جندي مجند مصطفى كيش بلده عنده بالعالم ده واللي فيه وقت العبور حط السلاح جنبه وسجد وساعتها حس انه اتولد وبيبكي كل ما يفتكر اللحظة دي ليا الشرف اني حفيد البطل جدو اللي رجع ارض سينا الله عليه هو اللي علمني ان انا احب الوطن وعشان كده من حقي ان اتباهى بيه ليا الشرف اني حفيد البطل جدو اللي رجع ارض سينا الله عليه هو اللي علمني ان انا احب الوطن وعشان كده من حقي ان اتباهى بيه عشت يا مصر وعاش حراس الوطن جيل بعد جيل وشرعنا يكسر قايل وده من بداية الدنيا والاخر الزمن تعلم يا ام الدنيا والادب صحيح تعلم يا ام الدنيا والادب صحيح برحب بحضراتكم من جديد والخبر اللي بعده يخص الساحره المستديره وعشاق كرة القدم. خبر بيقول كاف يعلن تأجيل مباراة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية. فقد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بصورة رسمية عن تأجيل مباريات دور المجموعة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معنا عبر الهاتف يعني الكابتن والمحلل والشخصية الجميلة كابتن طارق رضوان الإعلامي والمحلل الرياضي. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير يا أستاذ مايكل، أهلا بحضرتك. دايما منورنا ومشرفنا في صباح مين؟ يا فنان دايما منورنا ومشرفنا في صباح مين؟ الله يخليك، ده من ذوقك والله، كلك ذوق. كابتن إيه الحكاية بقى؟ ليه موضوع التأجيل ده؟ والله هو طبعا الماتشات كانت المفروض تبدأ في أكتوبر، يعني القرعة يوم 7 أكتوبر ويوم 25 تنطلق المباريات، يعني الجولة الأولى في دوري المجموعات. انت عارف طبعا دوري المجموعات بيبقى 4 فرق كل مجموعة بيلعبوا بنظام الذهاب والإياب، يعني 6 مباريات. فكانوا محددين الجولة الأولى يوم 25، ولكن لقوا انه في بعض المشاكل هتقابلهم، منها موعد التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، ومنها كمان التصفيات المؤهلة لكأس الأمم للمحليين اللي هي البطولة اللي بيشارك فيها اللاعبين داخل القارة. احنا طبعا للأسف بعيد وما اعرفش ليه عن البطولة دي، رغم ان هي بطولة مهمة ومفيدة جدا، كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين اللي هم زي لعيبة الأندية العادية، يعني جوه القارة الأفريقية، يعني ما يبقوش محترفين بره. فدي بتتعمل وهتتعمل في فبراير، فالغاية دلوقتي التصفيات بتاعتها ما اتعملتش. طب انت هتلعب ازاي في النهايات وانت لسه ما انهيتش التصفيات؟ فهم رحلوا البطولة شهر، اللي هي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، فالمجموعات
أصبحت هتنطلق في نوفمبر يوم 26 نوفمبر تحديدا، بدل يعني بدل 25/10 هيبقى 26/11. اه 26 نوفمبر ان شاء الله. وطبعا الجولات الاخرى بقى تباعا طبعا كلها ترحلت، يعني الجولة الثانية بقت من 6 ل 8 ديسمبر، الجولة الثالثة من 13 ل 15 ديسمبر، الجولة الرابعة من 3 ل 5 يناير، الخامسة من 10 ل 12 يناير، السادسة من 17 الى 19 يناير، بحيث انه يعني هتنتهي قبل كاس الامم للمحليين كمان يعني. تحياتي لحضرتك يا كابتن، وعايزين نعرف من حضرتك يعني مين الفرق المشاركة يا فندم في الدوري؟ والله يا فندم دوري الأبطال احنا طبعا عندنا من مصر الأهلي وبيراميدز، لكن حول حضرتك على أقوى الفرق اللي موجودة. احنا عندنا مع نادي الأهلي، هما طبعا خلاص ال 16 فريق اتعرفوا، وهم هيتم تقسيمهم إلى أربع مستويات، فالأهلي هيكون في المستوى الأول على رأس مجموعة يعني. الترجي بوصف يعني بوصف ان هو برضه عنده نقاط عاليه، والسنه اللي فاتت كان الوصيف يعني او صاحب المركز الثاني، فده هيكون على راس مجموعه. سان داونز فريق من الفرق القويه بتاع جنوب افريقيا، ومازيمبي الكونغولي، وبيراميدز هيبقى في المستوى الثاني. فالمفروض كده انه كل فريق في المستوى الاول لما بتعمل قرعه بياخد احدى فرق المستوى الثاني، واحد من فرق المستوى الثالث، واحد من الفرق اللي تم تصنيفها في المستوى الرابع. وبالنسبه للكونفدراليه الزمالك هيبقى برضه يعني في مقدمه الفرق اللي بتشارك، وفي التصنيف تم وضعه في التصنيف الاول، ومعاه نادي اتحاد العاصمه ده كان حامل اللقب في العام قبل الماضي، ومعاه فريق نهضه بركان اللي كان الزمالك لعب معاه فاينل في العام الماضي، ومعاه فريق سيمبا واحد من الفرق القويه في تنزانيا برضه ده في التصنيف الاول. النادي المصري وهو الممثل الثاني للكره المصريه في البطوله ده في التصنيف الثاني. طب ممكن الاهلي وبيراميدز يجوا مع بعض في دوري الابطال والزمالك والمصري في كاس الكونفدراليه؟ نعم، لانه الاثنين في تصنيفين مختلفين، فممكن الاهلي يكون معاه احدى فرق المستوى الثاني اللي هو بيراميدز، ممكن الزمالك اللي في المستوى الاول يكون معاه احدى فرق المستوى الثاني اللي هي فيها النادي المصري. صحيح. طيب كابتن، لو سألت حضرتك عن السوبر، أخبار موعد مباراة السوبر ما بين الأهلي والزمالك، ومش محتاج أفكرك طبعا. السوبر هيبقى يوم الجمعة القادم إن شاء الله الساعة 9 في الرياض في ملعب اسمه الملكة رينا، وده ملعب يعني اتعمل حديثا السنة دي يعني 2024 ساعة 30,000، ويعني أتمنى إنه الأمور دي يعني تكون بشكل كويس بشكل رياضي، ونعرف ان مباراه كره القدم وسيله للمتعه. صحيح. مش للمشاكل والخناق. وانا الحقيقه يعني لما بتابع بعض البرامج بزعل الحقيقه، لانه الاعلام لما يخرج عن الصوره الاساسيه بتاعته اللي هي يعني شوف حضراتكم مثلا انت بتسالوا وبتعرف المشاهد والمتابع انه موعد المباراه تغير، طب الموعد الجديد امتى، طب التاريخ امتى، طب ايه السبب، كل دي معلومه بتفيد المشاهد او اللي بيتفرج عليه. صحيح. لكن لما الموضوع ينتقل الى فكره ان انا اجيب واحد ويحاول انه مثلا ينتقد في زميل لي او في الفريق لا المنافس او انه ده ما يليقش ابدا. وفي الاول وفي الاخر يا كابتن عايز اقول حاجه، الرياضه دي اللي بتجمعنا كلنا بحب كده، وحاجه جميله، مش فكره ان احنا نزعل من بعض او حد عنده كل ده، احنا بيبقى بنهزر بنضحك. هو للاسف استاذ مايكل في ظاهره خطيره جدا عندنا دلوقتي، ظهرت في السنه الاخيره الترند، كل واحد بيعتقد انه مش هيتعمل ترند او البرنامج مش هيتشاف لو ما عملش نوع من السسبنس او الاثاره. طب ما هو انا عايز اسالك سؤال، طب ما هو انجح القنوات العالميه هل بتشتغل بهذا النظام ويبقى كل غرضها انها تعمل مكالمه فيها خروج على النص، او تجيب حوار للاعيب فيه خروج على النص، او ان هي تحرج ده او تحرج ده؟ احنا عايزين بقى نخرج من هذا الاطار. الاعلام وسيله هادفه ووسيله راقيه جدا، وغرضها الاول التثقيف. وبعدين فندم انا يعني بتكلم على ترند اتباهى بالغلط، ولا الواحد يتباهى بالاخلاق وان واحد يسرد سرد كويس؟ معلش يعني هو انا بتفرج على حضرتك ليه وانت بتتفرج عليا ليه؟ عشان هتستفيد معلومه، وفي نفس الوقت حضرتك انا ببقى سعيد جدا لما انت تضيف لي حاجه جديده. انما لما انت تنمي فيا روح التعصب عشان مش عارف يخش عليا بكام واحد في اليوتيوب، ولا مش عارف ده يتشاف اكتر، ده ما يليقش ابدا. احنا كده
بنطلع اجيال او بنربي اجيال هيبقى في كل في ذهنها المنطبع انه خلاص هو هيفتح بعد كده بقى يلاقي معلومه ويلاقي شغل. هل يقول لك لا لا انا عايز حاجه ايه تسخني وحاجه ان هي تعمل لي نوع من الاثاره، فيبقى سعيد ان لما يشوف حاجه غلط. فاحنا عايزين نمشي على ده زي بالظبط حتى موضوع الاغنيه او فيلم او سينما او الحاجه اللي مش هادفه انا في رايي ما لهاش اي لازمه. صحيح. سواء اغنيه ليست هادفه او ليها معنى او فيلم او مسرحيه لازم يكون في رساله، لازم يكون في اضافه. كذلك انا بقدم برنامج كاست الاعداد والتقديم والاخراج بيشتغل على انه يضيف لي حاجه جديده. صح. بيثقفني. انما اذا كان هياخدني في سكه تانية لا انا مش عايز هذا البرنامج ولا عايز هذه الاغنيه ولا عايز. صح. هذا الفيلم. كابتن طارق، عايز اسال حضرتك توقعاتك للمباراه بعيد طبعا عن انتماءاتنا يعني اللي حضرتك عارفها. يعني هو طبعا حضرتك يعني كتير شايفين انه الاهلي عنده فرص باعتبار ان الفريق متكامل. صحيح. وباعتبار انه عنده سكواد وباعتبار انه جاب لعيبه دوليين في 3-4 سنين الاخيره كل صفقاته لاعبين دوليين مميزين ماشي. لكن عايز اقول لك انه ليس شرطا، وعايز اقول لك انه المستوى متقارب جدا والحظوظ متقاربه. وهقول لك طب ما هو الاهلي والزمالك مثلا في مباراتهم في الدوري، ما هو الاهلي كان مثلا منافس والزمالك ما كانش منافس بس الزمالك فاز 2-1. عايز اقول لك مباريات واعوام كثيره الزمالك كان في الصوره ومتصدر والاهلي في مرتبه اخرى، ورغم كده مثلا الاهلي فاز. هي دي الكوره. طبعا هي دي الكوره، لكن عنصر التوفيق بيبقى فيه دور، عنصر الخبرات بيبقى ليه دور، واتمنى نشوف تحكيم جيد. انت عارف ان كان في بعض الجدل يثير على حول الحكم، وبرضه انا ارجع المسؤوليه للكاف. يعني انا شفت تصنيف الحكم مصنف رقم 14 في القاره. طب انا يعني بعين حكم يحكم مباراه في نهائي السوبر ومباراه ليها طابع معين احط الحكم المصنف رقم 14 في القاره؟ مش ممكن يعني. وبعدين الفار برضو المسؤول عن الفار هيكون برضو حكمه. طب يعني احنا احترمنا العنصر النسائي طبعا وعمل مجهود هايل، لكن طب لو في حكام عندهم خبرات بقالهم في هذا المجال سنوات طويله وممكن تكون موجوده بس ضمن فريق العمل. لكن صحيح. فده اللي يمكن عمل. نتمنى يا كابتن نشوف طبعا مباراة ممتعة، وطبعا ناخد بالنا مش بس للكورة والرياضة، احنا كمان بنمثل مصر للمباراة تتلعب في الرياض، فنتمنى نشوف مباراة كلنا نتبسط بيها. مشرفة يعني قدامنا. صحيح صحيح. يا رب التوفيق ان شاء الله ونتفرج على ماتش يكون ممتع. شكرا لحضرتك. احنا بنشكرك يا فندم جدا على هذا التحليل الراقي، استاذنا الكبير الكابتن طارق رضوان الاعلامي والمحلل الرياضي. نورتنا يا فندم. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. أن صوت المصريين يصل مسامعي وأحلامهم هي ذاتها أحلامي. لازم أرتب ورق البلد دي حتى تكون دولة ذات شأن. كان بيعاني الشعب المصري من غياب العدالة الاجتماعية وعدالة التنمية بعد ما وصلت معدلات الفقر في مصر ل 26.2% وبلغت نسبة الفقر في الريف ل 51% عام 2013. علشان كده كانت الأولوية للدولة المصرية تحسين حياة المصريين. في مقدمة تحركات الدولة المصرية في ملف العدالة الاجتماعية كانت مبادرة حياة كريمة، أكبر مشروع قومي في تاريخ الدولة المصرية، ويعد أكبر مبادرة إنسانية تنموية في التاريخ الحديث. وهدفها تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري بتكلفة تقديرية للمشروع بالكامل أكثر من 1 تريليون جنيه. المشروع بيستهدف 4800 قرية في 22 محافظة، وبيستفيد منه 60 مليون مواطن من سكان الريف المصري. تم إطلاق المبادرة في يناير 2019.
ومع انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بلغ إجمالي الخدمات المقدمة للأسر 8400 وصلة مية شرب، 6300 وصلة صرف صحي وتركيب 11000 سقف، 9500 منزل تم رفع كفاءته لحد مارس 2023، والمرحلة الأولى تم تنفيذها بالكامل بتكلفة 13.5 مليار جنيه. ونتيجة للتدخلات اللي قامت بيها المبادرة انخفض معدل الفقر في عدد كبير من القرى بنسبة 14%، وانخفض معدل الفقر العام في مصر بنسبة 2.8% عن 2020 مقارنة بعام 2018. المبادرة ما اشتملتش على البنية التحتية وبس، لكن اشتملت كمان على الجوانب الثقافية والصحية والرياضية وتمكين اقتصادي وتدخلات إنسانية، علشان القرية اللي تخلص نبقى متأكدين إن الفقر مش هيرجع لها تاني. من 2014 اهتمت الدولة المصرية بتوفير حزمة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأكثر احتياجاً، شملت تنمية الأطفال ورعاية المسنين وذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة، بالإضافة لدعم نقدي مباشر للأسر وصلت قيمته في 2022 ل 106 مليار و 600 مليون جنيه. أبرز إنجازاتنا كان برنامج تكافل وكرامة اللي أصبح حالياً أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في مصر والمنطقة العربية، وبيستفاد منه 5,200,000 أسرة، يعني حوالي 20 مليون مواطن، بعد ما كان عدد المستفيدين من كل برامج الدعم النقدي من الحكومة في 2014 حوالي 1,700,000 أسرة، يعني بزيادة 205.9%. وبعد توجيهات من السيد رئيس الجمهورية زادت قيمة معاشات أسر تكافل وكرامة مرتين في عام 2023، بالإضافة لرفع المعاشات 10 مرات من 2014، ونتيجة لده زادت قيمة إجمالي المعاشات المصروفة في 2022 لحد ما وصلت ل 294 مليار جنيه. برامج التضامن الاجتماعي شملت كمان ذوي الهمم، وتم تقديم دعم نقدي لمليون ومئة ألف شخص، كمان اتحركت الدولة لحماية الأسرة والشباب والنشأ، وكانت النتيجة انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 8% ل7%، وتم إطلاق حملة انت أقوى من المخدرات، كمان تم تقديم الخدمات العلاجية لحوالي 72 ألف مريض إدمان. ومن 2020 الوضع اختلف، والاحتياج للمظلات الاجتماعية تضاعف بعد أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وكنا قد التحدي، فرفعنا المخصصات المالية المقررة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة من 343 مليار في 2021 لحد ما وصلت ل 529 مليار في موازنة 2023. ولسه مع كل يوم بيعدي البلد بتثبت إنها في مواجهة أي أزمة هتكون لشعبها درع وحماية، وهو ده أصل حكايتنا، حكاية وطن. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، لسه مكملين معاكم فقرة الأخبار. يعني طبعا زي ما احنا شايفين اهتمام الحكومة بالمواطن في كل القطاعات، لكن برضو يعني في معاناة عند بعض الناس أو عند معظم الناس من الأسعار، ومن يعني في شكوى كبيرة جدا من الناس، الأسعار غالية جدا، يعني حاجات كتير في الأسواق الناس ممكن تكون مش عارفة تشتريها، أو إن يعني بتلاقي الأسعار زادت بشكل كبير مرة واحدة، يعني ما حاجات كتير زي
الدواجن، البيض، الحاجات اللي هي ممكن تكون أبسط الحاجات اللي أنا ممكن أقضي بها اليوم. عشان كده أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة عن ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة بأسعار مخفضة لدعم الأهالي مع بداية العام الدراسي الجديد والمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم. احنا لتفاصيل اكتر حوالين الموضوع هيكون معانا على الهاتف دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا استاذ مرنين، صباح النور استاذ مايكل، كل عام وحضراتكم بخير ومصرنا بكل خير. دايما منورنا في صباح 100 يا دكتور. صباح الخير يا استاذ مايكل. دكتور في البدايه قبل ما اتكلم عن المبادره طبعا الدوله مشكوره بتقوم بيها وبتوفير كمان مش بس فيما يخص الدواجن والبيض وكده لكن في كمان سلع كتيره وكمان ايضا في مبادرات كتيره، ولكن موضوع البيض بالتحديد الفتره الاخيره كان ازمه، وصلنا الارقام 180 و200 جنيه لسعر الكرتونه والموضوع بقى صعب خصوصا ان البيض ده انا من وجهه نظري ان دي سلعه استراتيجيه، حاجه بسيطه بروتين بيكون رخيص على الاقل الاطفال بتعيش عليه وطبعا الاسره يعني اغلبيه الناس بتاكل بيض. عايزين نعرف في البدايه قبل ما نتكلم عن المبادره اسباب ارتفاع سعر البيض في الاسواق. لا يمكن اسعار البيض ارتفعت الفتره الاخيره دوت بيرجع للسنه اللي فاتت لما كان في الى حد ما صعوبه في تسعير العمله. هنا كان تم استيراد اعداد اقل من المتوقع ومن المستهدف من امهات البياض وده يمكن اثرت في الاعداد اللي طالعه من الفراخ المسؤوله عن انتاج بيض المائده. ولكن الحمد لله في مجرد ان توفرت الاعلاف نتيجه تسعير العملات اللازمه والافراج عن جميع الخامات العالقه في الموانئ من الاعلاف ونقاط الاعلاف وطبعا مع تفعيل الزراعه التعاقديه واصبح دلوقتي لدينا اعلاف الحمد لله في السوق تغطي كافه الاحتياجات. واحنا يمكن شفنا حضرتك اخر شهرين تراجعت الاعلاف بنسبه تصل تقريبا ل 50% وحصل استقرار فيها. دوت حصل مع استقرار واقبال شديد من المربيين على إدخال دفعات جديدة وإسكان دفعات جديدة سواء كانت فراخ تسميد أو سواء كانت فراخ بياض مسؤولة عن إنتاج بيض المائدة. وبالفعل إن شاء الله هنلاحظ الفترة المقبلة إن شاء الله تراجع في أسعار المنتجات البروتينية سواء كانت بيض أو فراخ. دكتور طارق يعني الوزارة أعلنت عن ضخ كميات كبيرة من البيض، احنا عايزين نعرف من حضرتك الأماكن يا فندم هتكون موجودة فين، يعني من خلال المنافذ وأماكنها فين يا فندم؟ طيب هو معالي وزير الزراعة ومعالي نائب وزير الزراعة اهتموا كثيرا في عملية توفير السلع الغذائية مش بس البيض على فكرة، هي كل المنتجات الغذائية سواء كان بيض مائدة أو دواجن أو لحوم أو مصنعات سواء كان الخضروات والفواكه والبقوليات دي في كافة منافذ وزارة الزراعة التسويقية المتحركة والثابتة، وهذه المنافذ تقريبا 300 منفذ يغطوا كافة أرجاء الجمهورية. عايز أقول لحضرتك إن البيض بيباع فيها ب 150 جنيه وبقية السلع زي ما قلت لحضرتك تقريبا البيض 160 جنيه يباع بتخفيض الطبق البيض ب 150 جنيه 150؟ مش ده في المنافذ التسويقيه الثابته المتحركه والتابعه لوزاره الزراعه. وفي كمان برضه باشراف ورعايه وزاره الزراعه تم الاتفاق ما بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ووزاره التموين متمثله في المجمعات الاستهلاكيه لضخ كميات كبيره من بيض المائده تباع برضه بنفس السعر ب 150 جنيه للمستهلك. اذا دلوقتي عندي منافذ وزاره الزراعه الثابته والمتحركه بتبيع ب 150 جنيه من انتاج وزاره الزراعه وفي المجمعات الاستهلاكيه بالتنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن برضه بتبيع ب 150 جنيه باشراف ورعايه وزاره الزراعه. طيب دكتور طارق معلش كمان حضرتك بتقول في منتجات تاني بتخص وزاره الزراعه، لو اتكلمنا مثلا عن سعر الفراخ تقريبا قد ايه؟ لا خليني اقول لحضرتك ان الاسعار يمكن برضه بتتاثر في البورصه يوميا صحيح، ولكن كل المنتجات التي تطرحها وزاره الزراعه في منافذها التسويقيه هتكون اقل من مثيلاتها تقريبا حوالي
يمكن من 25 ل 35% اقل من مثيلتها المطروحه في السوق هنا، لان الحلقات الوسيطه متقلصه جدا. هنا بيكون الانتاج من انتاجنا على طول للمستهلك. طيب احنا عايزين حضرتك برضو بما اننا بنتكلم وبنطمن الناس، عايزين حضرتك تدينا فكرة عن المشروع القومي لتجميع الألبان او مراكز تجميع الألبان يا فندم. المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان هو اهتمام بصغار مربي مشية اللبن، ودول اللي معاهم تقريبا حوالي 70-80% من جملة ما لدينا من ثروة حيوانية ومشية ألبان. فقامة رئيس الجمهورية اعتبر الاهتمام في مراكز تجميع الألبان ورفع كفائتها على أعلى مستوى مشروعا قوميا. ابتدى البنك الزراعي يمول لرفع كفاءة هذه المشروعات بقرض بسيط 5%، والسداد على فترة امتدت لـ 8 سنوات. النهاردة احنا عندنا تطوير 241 مركز تجميع ألبان، بالإضافة إلى 41 مركز تابعين لمبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة في كرة مبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة لتنمية الريف المصري. الاهتمام بمراكز تجميع الألبان طبعا بيسبقه اهتمام في كافة أوجه الرعاية والتغذية والإدارة والفحوصات البيطرية والمعملية للاستوصاف من وجود حيوان منتج للبن خالي من الأمراض ومسبباتها. عملية الحليب بتتم في ظروف رعائية وصحية أفضل، بيتم نقل الحليب فورا من مكان الحلب الى اماكن تجميع او اماكن مراكز تجميع الالبان، وبالتالي الحصول على الالبان افضل جوده سواء كان للاستهلاك المباشر الطازج سواء كان للتصنيع سواء كان للتصدير. وخليني اقول لحضرتك احنا الحمد لله وصلنا لاكتفاء ذاتي في الالبان الطازجه السائله، بل نصدر ما يزيد عن احتياجاتنا من الالبان في صوره صناعات لبن. صحيح، يعني احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. أعزائي المشاهدين كده خلصت فقرة الأخبار، هنطلع فاصل وبعد الفاصل هتكون موجود معانا فقرة الصحافة، خليكم معانا. برحب بحضراتكم من جديد، وصلنا لوقت فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات في الصحف المحلية والعالمية. بسعدنا وشرفنا يكون موجود معانا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ محمود الضبع رئيس تحرير موقع الصفحة الأولى. صباح الخير يا فندم. صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدينك الكرام. منورنا في صباح مين؟ ده نورك والله ونور كل فريق الإعداد وكل فريق العمل. ناخد مع بعض الخبر الأول من جريدة المصري اليوم، والخبر بيقول أبرزها التجلي الأعظم، توجيهات رئاسية بشأن مشروعات التنمية في جنوب سيناء. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وعدد من المسؤولين. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض المحاور المختلفة
لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء القائمة على تنفيذ عدد من المشروعات والاستثمارات في شتى القطاعات تنمويا وعمرانيا وسياحيا وثقافيا، وذلك في إطار خطط الدولة لتعظيم الاستفادة في مقاومات كل محافظة وفقا لطابعها الخاص وميزانيتها التنافسية خليني أصحك في البداية، شايفين في الفترة الأخيرة طبعا يعني فخامة الرئيس والحكومة يعني بتعمل مجهود كبير جدا فيما يخص ملف السياحة والأثار، وطبعا الاهتمام ببعض الأماكن لفكرة جذب السياحة، بس النهاردة بنتكلم عن بالتحديد محافظة جنوب سيناء وأهمية التركيز على محافظة جنوب سيناء وفكرة تكون جاذبة للسياحة بشكل عام، وأيضا الرقي بهذه المنطقة فيما يخص كمان السياحة الدينية. بص، في الحقيقة يمكن زي ما أشار البيان أن محافظات مصر بها مميزات وبها طوابع خاصة لكل محافظة، ويمكن زي ما ذكر في محافظة جنوب سيناء يمكن احنا بنتكلم على أنها قبلة سياحية قديمة نظرا لوجودها على شاطئ البحر الأحمر وما به من طبيعة خلابة، ولكن هناك مقدرات كثيرة جدا الدولة المصرية تسعى أن هي تعيد استثمارها وتعيد اكتشافها وتعيد إدخالها في الخريطة السياحية لتعظيم هذا الملف اللي هو يعتبر من شرايين الموارد الدخل القومي منذ قدم اقتصادات الدولة المصرية. يمكن احنا بنتكلم في جنوب سيناء ليس فقط على ما هو موجود حاليا من استثمار الشواطئ من قرى سياحية ومن يعني طقس مناسب ل من يتوجهون إلى جنوب سيناء من دول أوروبا تحديدا، ولكن أنت بتتكلم على السياحة الدينية بشكل خاص. يمكن مشروع التجلي الأعظم وتحديدا على دير على جبل سانت كاترين وجبل سيدنا موسى، يمكن ده من ضمن الملفات المهمة للدولة المصرية بتعتني بيها وبتحاول خلال الفترة المقبلة أن هي تكون من المزارات السياحية الدينية اللي ممكن تستقطب كل يعني بتستقطب عدد إضافي من السياح اللي بيجوا في هذه المنطقة. يمكن احنا عارفين ان جبل سانت كاترين او الأديرة اللي موجودة من مباني قديمة والجبال والطبيعة اللي في فترة من فترات السنة بتبقى مكتسية بالجليد وغيره من الأمور اللي هي ممكن تكون محفزات سياحية لكثير من رواد السياحة العالمية، ولكن انت مصر دايما بتحاول ان هي يعني تهيئ البيئة بشكل اكبر، تضيف قيم اخرى، تضيف محفزات جديدة، تصبح المسألة فيها ترويج سياحي كبير جدا. فالملف ده ملف متسع وملف كبير جدا، وزي ما قلت لحضرتك كده ان مصر بها مميزات مختلفة في كل المحافظات اللي موجود في البحر الأحمر، مش موجود في جنوب سيناء، مش موجود في الأقصر، مش موجود في أسوان، ولكن كله ليه ميزة مختلفة وليه طابع خاص، والدولة المصرية بتحاول ان هي تستثمر هذه الطوابع لتكون من ضمن المحفزات الرئيسية للسياحة. يمكن احنا مقبلين على افتتاح المتحف الكبير في منطقة الأهرامات، بيحصل هناك عملية تطوير كبيرة جدا، فبالتالي هذه الأمور بشكل كبير جدا هتساعد بشكل واسع في عملية ارتفاع نسبة الدخل القومي من مورد السياحة. صحيح. تحياتي لحضرتك أستاذ محمود. هنروح مع بعض للخبر. أهلا بيك يا فندم. هنروح مع بعض الخبر اللي بعده من مصراوي رئيس الوزراء يتابع جهود تحلية مياه البحر. عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بشأن متابعة جهود تحلية مياه البحر. استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن ملف تحلية المياه أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع التنموية المختلفة سواء في الصناعة أو الإسكان وغيرها من القطاعات. يعني عايزين نعرف من حضرتك أهم الأهداف الاستراتيجية اللي بتعمل عليها الحكومة حاليا، يعني سواء في كل القطاعات أو قطاع تحلية مياه البحر أو مرافق مياه الشرب يا فندم. بص، يمكن احنا في موضوع ملف المياه ده طبعا لا نخفي على احد الازمه بتاعت صد النهضه التي لم يتم حلها حتى هذه اللحظه، او لم يتم الوصول لنقطه نهايه في هذا الملف. ويمكن الدوله المصريه يعني بشكل
كبير جدا وبتبذل جهود مضنيه في الوصول لحل هذه الازمه، ولكن بعيدا عن ازمه سد النهضه وارتباطها بالموضوع، يمكن موضوع المياه ده، يمكن احنا حصه مصر دايما 55 مليار متر مكعب، ولكن هي لما تيجي تبص للزياده السكانيه، الزياده السكانيه في مصر عماله تقصص، فبالتالي الدوله او الحكومه تفكيرها دايما بيبقى باصص للمستقبل وخطط المستقبليه. يمكن احنا في ملف المياه عمالين نحط تارجت للمرحله او لعام 2050 عدد سكان مصر هيكون اكثر من 130 مليون نسمه، فبالتالي لابد من توفير المياه الكافيه لهذا العدد من السكان، بالاضافه للتوسعات العمرانيه اللي بتتم بشكل واسع على مصر. يمكن موضوع ملف المياه، يمكن احنا في مصر هنا مصر حبيها باكثر من 2900 كيلومتر على سواحل البحر الاحمر والبحر المتوسط، وبالتالي الدوله بتحاول ان هي تسعى ان يكون في محطات تحليه مياه على البحر. يمكن الدوله خلال الفتره اللي فاتت نفذت اكثر من 15 محطه، في خطه مستهدفه لزياده الوصول ل 29 محطه اخرى. يمكن الطاقه الانتاجيه بتاعت هذه المحطات قد تكون مستهدفه لمشروعات معينه، او تكون للمشروعات التوسعيه الجديده، او ان هي ممكن تستكفي بها او تعمل اكتفاء ذاتي من المياه للمحافظات اللي هي مطله على هذه السواحل، وبالتالي يمكن انت سددتي عجز نقطه، او انت بتتلاشي ازمه ممكن تحصل في عمليه نقص المياه لا قدر الله في المستقبل. فبالتالي تفكير الدوله دايما بيبقى متجه برؤيه مستقبليه، الرؤيه دي نصب عيونها الزياده السكانيه ونسبه الزياده السكانيه واحتياجاتها في المستقبل، توسعات عمرانيه، توسعات زراعيه، توسعات سكانيه، والمياه جزء اساسي من هذه المجتمعات وجزء اساسي من التوسعات دي، وبالتالي لابد يكون في خطه واضحه لعمليه توفير هذا المورد الحيوي. وقضيه المياه قضيه أمن قومي لأي دولة، لأن ده في حد ذاته بيبقى يعني ركن أساسي في استراتيجية أي دولة في التخطيط. ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. الخبر بيقول مدبولي: قضايا الأمن السبراني مكون أساسي في منظومة الأمن القومي بالعالم. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن قضايا الأمن السبراني أصبحت مكونا أساسيا في منظومة الأمن القومي لجميع دول العالم، لافتا إلى أن تزايد اعتماد الدول على المنظومات الرقمية يلزمنا كدولة باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة للتأمين، موضحا أن الأمن السبراني جاء ضمن محاور الأمن القومي في برنامج الحكومة. يمكن احنا شفنا الفترة الأخيرة في ظل التحول الرقمي اللي الدولة بتقوم به طبعا في شتى المجالات، واستخدام التكنولوجيا في كل مناحي الحياة، وطبعا يعني أنا أعتقد أن هذا التصريح مرتبط أيضا كمان بحادث اللي كان موجود في لبنان، وفكرة طبعا دلوقتي أن أغلبية الاختراقات أو الهاكرز بتكون، أو أغلبية الحروب ما بتكونش عن طريق السلاح، ولكن عن طريق يعني التسلل أو الهاكر لبعض البرامج فيما يخص اقتصاد الدول. تعليق حضرتك على هذا الخبر. بص، هرجع بحضرتك بس لشهرين فاتوا لما حصلت الهجمة السبرانية على المطارات، بعض المطارات العالمية، صحيح، بريطانيا وأمريكا وغيره من المطارات اللي هي تأثرت بشكل كبير جدا من الهجمات السبرانية. ويمكن احنا الناس المواطن العادي مثلا كان مستغرب مصر فين من اللي بيحصل، او مصر ما تأثرتش ليه، ويمكن رجعتنا الذاكرة لما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل حوالين عملية التأمين والداتا وذاكرة مصر اللي يمكن بيها تم تأمين كل ما هو مرتبط بعملية الرقمنة والتحول التكنولوجي اللي العالم كله بيتحول عليه. ولكن يمكن الأزمات اللي بتحصل زي مثلا ما حصل في حزب الله والاستهداف اللي تم من خلال أجهزة التكنولوجيا زي البيجر والهوكي توك وغيره من الأجهزة اللي انفجرت، فده في حد ذاته بيخلي الأمن السبراني محور أساسي من الأمن القومي لأي دولة، خاصة وإن التطور في هذه المجالات متسارع بشكل غير طبيعي. التطور في عملية الهجمات وعملية نشر الفيروسات الإلكترونية متطور بشكل غير طبيعي. التشريعات اللي عمالة تطلع وعمالة تحاول مواكبة ما هو من تطور تكنولوجي وأمن سبراني واختراقات وغيره، يمكن
كل هذه الملفات أصبحت ملفات حيوية وملفات مهمة ومستديم الحديث فيها، يمكن مش مرتبطة بمناسبة معينة، دي مرتبطة ان انت لازم اجراءاتك الاحترازية تكون على أهب الاستعداد في كل فترة، خاصة من الحادث او اللي حصل في لبنان من مهاجمة حزب الله او رجال حزب الله من خلال الأجهزة دي، يغير تفكير استراتيجيات العالم العسكرية. زي ما حتى قلت ما اصبحتش الحروب حروب اسلحة ثقيلة وغيره ومدافع وغيره من عملية الهجوم، ولكن أصبحت المسألة من أجهزة كمبيوتر ولابتوب، وممكن تعرف تدير وتعرف تخترق وتعرف تحقق أهداف وتسقط أنظمة وتسقط سيستم لمؤسسات، زي ما حصل في المطارات وشفنا خلال من شهرين كده العالم كله تأثر والمطارات توقفت وغيره. يمكن الحكومة المصرية زي ما أشار التقرير إن هي دايما على أهب الاستعداد، وإن هي يعني بتحاول مواكبة التطور التكنولوجي في هذا الملف تحسبا لأي هجمات ممكن تحدث. نروح مع بعض للخبر اللي بعده أستاذ محمود. من اليوم السابع الأمم المتحدة الوضع في غزة كابوس ولبنان على حافة الهوية. قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الوضع في غزة يشكل كابوسا مستمر يهدد المنطقة بأكملها مع لبنان على حافة الهوية. وأضاف أنطونيو غوتيريش على الموقع إكس أن شعب لبنان وشعب إسرائيل وشعوب العالم لا يستطيعون أن يسمحوا للبنان بأن يصبح غزة أخرى. يعني في أيام معدودة غارات على معظم الأماكن في لبنان، يعني نزوح حوالي 1.5 مليون نازح، طبعا الآلاف من القتلى والمصابين. حضرتك شفت ده إزاي يا فندم؟ والله يا فندم الكارثة الإنسانية اللي حصل ما بين لبنان وما بين فلسطين واستهدافها من قبل الكيان الصهيوني خلال الفترة اللي فاتت، يمكن احنا 15 يوم هيتم الكارثة الإنسانية هيتم عليها سنة في غزة ولم يتم تضميدها ويتم حل أزمتها حتى هذه الآن. العالم كله للأسف اعتاد المشهد في قطاع غزة وفي فلسطين، وبالتالي أصبحت كل الأخبار وكل التقارير مجرد اطلاع ليس أكثر، ولكن دون أي اتخاذ أي إجراء حاسم من قبل المؤسسات الدولية زي الأمم المتحدة اللي هي مدلية التصريح أو الولايات المتحدة الأمريكية. أصبحت الحسابات الخاصة والحسابات الشخصية ما بين الانتخابات الأمريكية ووجود نتنياهو في الحكم واستمراره وعدم مطاردته لو توقفت الحرب في هذه اللحظة وغيره من هذه البيانات، انضمت لبنان لنفس الكارثة الإنسانية منذ أن يعني إلى جوار تدهور اقتصادها وانهيارها الاقتصادي اللي لم يتم ملاحقته من بداية من انفجار المرفأ منذ عامين، وحتى الآن بدأت الهجمات من أكثر من 3 أشهر. مع بداية هذه الهجمات كان الاقتصاد اللبناني وصل لصفر، يمكن كانوا مقبلين على الموسم بتاع السياحة، موسم السياحة اللبناني بيدخل له أكثر من 3.8 مليار دولار سنويا، فقدتهم تماما العملة بتاعتها، تدهورت بشكل كبير جدا، أزمات متلاحقة داخلية إلى جوار الحرب، وأصبحت المؤشرات التي بدأت مع عملية نزوح الأهالي هربا من الموت وهربا من التدمير وهربا من الخراب أمام العالم كله عمال يتفرج عليهم والمؤسسات الدولية تتفرج عليهم دون أن يعني يتوقف أحد أو أحد يستطيع أن هو يشهر سلاحه في وجه إسرائيل من الدول العظمى دي أو يوقفها عما تفعله. يعني أظن الكارثة هتستمر وهتتفاقم أكثر من ذلك. المخططات أو الهدف من اللي بيحصل في لبنان ده دون الـ بغض النظر عن ان هم بيستهدفوا حزب الله او عناصر حزب الله او غيره، زي ما اسرائيل بتفعل وترتكب ما ترتكب من جرائم انسانيه وجرائم حرب وغيره من ما يحدث على ارض فلسطين بحجه ان هي بتطارد عناصر حماس اللي هي غريمتها، ولكن في النهايه انت بتتكلمي على دوله محتله من سنه 48، شعب مشرد، شعب ما بين النزوح وما بين القتل وما بين الهدم. الخسائر اللي تمت في على أرض فلسطين منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، مين هيدفع الفاتورة بتاعة هذه الخسائر المدمرة؟ مين هيدفع فاتورة الدماء اللي سكبت على الأراضي وسفكت بدون وجه حق أمام لا محكمة عدل دولية نافعة، لا أمم متحدة نافعة، لا الولايات المتحدة نافعة، لغيره؟ أصبحت القضية الفلسطينية للأسف الشديد يعني
مرابحة في الانتخابات الأمريكية ما بين إن إحنا نقف جنب إسرائيل عشان خاطر أصوات اليهود في الانتخابات الأمريكية، ولا نتنياهو يمشي فهيتم طردته فلا بد إن هو يكمل في المجازر اللي بيكملها، والعالم كله عمال يتفرج زي ما قلت لك كارثة هذا المشهد كله، اعتيادنا للمشهد اللي موجود على أرض غزة زي ما هنعتاد برضو المشهد في لبنان، والنهاية لم يتم حسمها حتى الآن أو تحديد نقطة النهاية حتى هذه اللحظة، لا جامعة الدول العربية نافعة ولا الأمم المتحدة نافعة ولا حد نافع في مسألة وقف سفك الدماء البشرية وانتهاك الإنسانية على أرض فلسطين أو أرض غزة أو أرض لبنان. صحيح. ونروح للخبر اللي بعده، الخبر الأخير من يعني كنا نتكلم عن حرب فلسطين ولكن دلوقتي نتكلم عن الحرب الروسية الأوكرانية. والخبر بيقول كريملين روسيا ستنهي عملياتها العسكرية في أوكرانيا عندما تحقق أهدافها. قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية الكريملين ديمتري بيسكوف أن بلاده ستنتهي العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا عندما تحقق موسكو أهدافها بطرق أو بأخرى. وأضاف بيسكوف تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأن الصراع ينتهي في وقت أقرب ممن كان متوقع، أي حرب تنتهي بالسلام أي أو بطريقة أخرى. يمكن سيناريو مختلف شوية، يعني برضو موضوع الحرب الروسية الأوكرانية اللي العالم كله بيدفع فيها الثمن، وكل يوم بنشوف بعض التصريحات فيما يخص روسيا أو بعض التصريحات من أوكرانيا أو بعض التصريحات بتخص الولايات المتحدة الشريك الأصيل أو بعض التصريحات موجودة من الغرب من الاتحاد الأوروبي بتمويل بعض الأسلحة والأموال فيما يخص أوكرانيا. يعني المشكلة تزداد سوءا، ويعني كل شوية بنشوف الموضوع بيزداد تعقيدا والجميع يدفع الثمن. الجميع يدفع الثمن، وفي النهاية لو انت وصلت للرقم الحقيقي لفاتورة هذه الحرب، يعني الرقم اللي اتدفع في حرب أوكرانيا وروسيا من الاتحاد الأوروبي أو من الدول الأوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية من السلاح وغيره، وكل شوية تسمع 40 مليار دولار و20 مليار دولار و14 مليار دولار وغيره، يعني ميزانية كفيلة ان هي تحيي اكثر من 20 دولة، كفيلة ان هي تحقق التنمية في 20 دولة. صحيح. يتم استخدامها في تحقيق اهداف يعني واغراض ما لا يعني ما تفهمش ايه الهدف منها او ايه السبب فيها. الصراع ما بين الدول الكبرى ما بين الغرب او ما بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا او ما بين الصين وما بين امريكا او غيره، وعملية يعني استغلال الحروب دي او عمليه افتعال الحروب دي من اجل تحقيق اهدافهم الاقتصاديه او اهدافهم الاستعماريه او ايا ما كانت من الاهداف، الحفاظ على الزعامه او الحفاظ على قطب اداره العالم، ده في حد ذاته في الاول والاخر بيقول لك ان العالم ده اصبح مختل، القوى العظمى في العالم اصبحت مختله لو طريقه تفكيرها بهذا الشكل. صح. يمكن الاحاديث اللي قدام وسائل الاعلام في العالم من رؤساء هذه الدول ان احنا بنسعى لتحقيق السلام، نسعى لتحقيق السلام، فين ترجمة ده فيما يحدث في اشعال هذه الحروب؟ انت لو تتذكر حتى الاثار الاقتصادية على العالم كله من حرب روسيا واوكرانيا كانت اثار مدمرة، ومصر كانت من ضمن الدول اللي تأثرت بشكل سلبي كبير جدا. صحيح. في هذا الشأن انت بتتكلم على عالم بتدور على سلام فيه ومناخ مستقر، ولا بتدور على عالم كله مشتعل وكله حروب وكله عمال يتصارع. هدف من الصراع ده ايه؟ ما هو كل الدول حدودها معروفة وقضاياها معروفة واقتصادياتها معروفة، فكل واحد بيسعى لتحقيق التنمية على أرضه. فكرة السعي إن عملية اشتعال الحروب في دول بالوكالة أو من غير وكالة أو عملية دعم بالتسليح أو غيره من التخطيط، وده يطلع يصرح يقول لك احنا ورا أوكرانيا أو ده يصرح احنا ورا روسيا، في النهاية مين اللي بيدفع الثمن؟ العالم كله. صحيح. بيدفع الثمن. الأعداد بالآلاف اللي ماتت في الحروب دي، المدن اللي اتهدمت، الاقتصاديات اللي توقفت، الاقتصاديات اللي كانت مبنية على اقتصاديات هذه الدول اللي تأثرت بالسلب، فكل هذه الأمور أصبحت بتخليك بتنظر لهذا العالم أو لهذه القوة التي تدير العالم إنها قوة مختلة، قوة لا تفكر بشكل يتطابق مع التصريحات اللي عمالة تقولها في الفعاليات اللي زي الأمم المتحدة اللي بتنعقد كل سنة دون نتيجة. صحيح. على أي تأثير من اي من القضايا المزمنه اللي اصبحت مثل الامراض المزمنه زي القضيه الفلسطينيه اللي مش لاقيين لها حل من سنه 48. شوف كام اجتماع جماعه عامه للامم المتحده، اجتمع كام اجتماع للدول العربيه، اجتمع كام مجلس امن، اجتمع وناقش هذه القضيه دون الوصول الى نتيجه حقيقيه فعليه. صحيح. عادله يعني تؤمن
الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره أو أن هو يعيش على أرضه بسلام أو أن يتم للوصول لاتفاق نصل به لحل من السلام. احنا بنشكر حضرتك جدا أستاذ محمود الضبع رئيس تحرير موقع الصفحة الأولى، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك على كل ما استفدت بيه من معلومات. أعزائي المشاهدين كده خلصت فقرة الصحافة، هنطلع فاصل، وبعد الفاصل عندنا فقرتنا الأخيرة وفقرة مهمة جدا. الفقرة دي هتكون مع زميلتي نرمين وهنتكلم عن موضوع مهم جدا. بدأ العام الدراسي وأولادنا بدأ يخش المدرسة، مراحل مختلفة، حضانة، ابتدائي، إعدادي، ثانوي أو حتى كمان جامعات. بنلاحظ بعد ساعات إن الأولاد عندهم نوع من أنواع التأخر والاستيعاب، أو إن هم يكونوا مهتمين أصلاً بفكرة التعليم، يعني الاستيعاب قليل جداً، ممكن يكون شطار في حاجات كتيرة جداً لكن فكرة يقرب على قصة التعليم أو إنه يقعد يذاكر الموضوع ده ما بيكونش سهل. صعوبة التعلم موضوع مهم جدا، أسبابه هتكون إيه؟ يا ترى أنا بكون سبب من ضمن الأسباب اللي خلي ابني يكون عنده صعوبة في التعلم؟ يعني أنا ممكن أشارك في الجرم وأدي ابني التليفون، أخلي التليفون طول الوقت معاه، ففكرة إن أنا بصنع من هذا الشخص فكرة التأخر العقلي، فكرة إن أنا أساهم في هذا الجرم إن ابني ما يكونش شاطر في المدرسة. بعض الأمور وبعض القصص الكتير اللي بتقابلنا في الحياة مع الأولاد، وإزاي نعرف نتعامل معهم، فكرة إن إزاي يقدر يذاكر أو إزاي أقدر أدربه أو أعرفه إزاي يذاكر ويكون شاطر. الفقرة دي هتكون مع زميلتي نرمين، وهيكون ضيفها في الاستوديو دكتور مينا عزت استشاري الصحة النفسية. كل ده وأكتر، ولكن نطلع فاصل، وبعد الفاصل خليكم معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرتنا الثالثة والأخيرة. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن يعني المشاكل اللي بتقابل أولياء الأمور خلال يعني العام الدراسي الجديد. في بعض يعني أولياء الأمور بيبقى عندهم ولادهم فعلا في المدرسة وماشيين في المراحل التعليمية، طبعا بتقابلهم صعوبات يتعاملوا معها إزاي. في اللي لسه داخلين على المراحل الدراسية ولسه أبنائهم هيتعلموا إن هم يتكلموا، يتعلموا يدرسوا إزاي أصلا، يتعاملوا إزاي مع زمايلهم، يفهموا إزاي، يذاكروا إزاي، حاجات كتيرة جدا بتقابل أولياء الأمور ممكن يكون البعض مش عارف يتعامل معها أو مش فاهم أصلا هو إيه اللي عند ابني مش مخليه إن هو بيذاكر كويس، مش مخليه إن هو يتعلم كويس، بيخليني يجي لي شكوى إن هو لا مش فاهم أنا بقول أو مش متجاوب مع مثلا مع المدرسين معاه في المدرسة. يعني حاجات كتيرة جدا بيتعرض ليها أولياء الأمور خلال العام الدراسي والمراحل الدراسية. عشان كده النهاردة نتكلم عن صعوبات التعلم وإزاي الأب والأم يفهموا إن ده الطفل عنده صعوبة في التعلم، أتعامل معها إزاي. إحنا هيكون معانا دكتور مينا عزت استشاري الصحة النفسية، منورنا يا دكتور. يا أهلا بيكم، سعيد دايما باختياراتكم الموضوعات الهادفة، وطبعا اختيار موفق في بداية العام الدراسي لصعوبات التعلم، لأن هو اضطراب يعني معروف جدا، ولكن للأسف في بعض الأخطاء مننا سواء من المتخصصين في التشخيص أو من أولياء الأمور في أن هم يحكموا على أولادهم أحكام خاطئة. ومبدئيا صعوبات التعلم عبارة عن اضطراب يعيق عملية التعلم، وهو بيعتبر زي خلل كده في معالجة المعلومات في المخ. ليه؟ لأن هو بيظهر في حاجتين أو صورتين لصعوبات التعلم، في صعوبات تعلم نمائية وصعوبات تعلم أكاديمية. صعوبات التعلم النمائية اللي هي عمليات الإدراك والانتباه والذاكرة والتركيز، وطبعا بيحصل خلط هنا بين الطفل اللي عنده ADHD نقص الانتباه وبين اللي عنده صعوبات تعلم. النوع الثاني من صعوبات التعلم هو الأكاديمية اللي هي القراية والرياضة والحساب والعمليات اللي هي التعليمية يعني الأولية. فطبعا مهم جدا ان احنا نفرق بينهم ونعرف المشكلة فين عشان نقدر نعالجها. طب التفرقة دي تتم ازاي؟ يعني انا ازاي افرق بين مثلا HD وازاي افرق ان هو مثلا خايب مش عايز يذاكر او ان هو علشان اقول التشخيص الدقيق بالظبط، الطفل اول ما بيجي لنا بيبقى فيه تيست او اختبار
في اختبار لصعوبات التعلم بنقيس بيه من خلال بعض الأسئلة وبعض الرسومات اللي الطفل بنحكم عليه من خلالها. والاختبار الـ ADHD برضو ليه أعراض، من خلال الاختبار ده بنقيس درجة الاضطراب أو هو موجود ولا لا. ولكن اللي أنا عايز أقوله ان صعوبات التعلم دي يعني بنحكم عليها خطا، مثلا لا الولد خايب في المدرسه زي ما حضرتك قلت خايب، هو هل كل طفل خايب هنقول عليه صعوبات تعلم؟ بيجي لنا العياده ناس كتير تقول ايه اعمل لنا اختبار ذكاء للولد اصل هو خايب في المدرسه. انا عن نفسي للامانه العلميه علشان ده مكلف، انا برفض ان انا اعمل له اختبار ذكاء لما الاقي عنده اعراض صعوبات تعلم، لان هو الولد بيبقى ذكي. الكارثة ان هو ذكي بس مالوش في الدراسة، يعني خايب في الدراسة وذكي، فده بيبقى صعوبات تعلم. فصعوبات التعلم دي مهم ان احنا نعرف تشخيصها كويس علشان نقدر نحكم على ابننا. الوهلة الاولى اللي بيسمعنا دلوقتي مفكر صعوبات التعلم دي للاطفال، يعني لما جم يكتشفوا صعوبات التعلم لقوا ان هي ظهرت عند الكبار مش الاطفال الاول. هي عامة عشان ناس تسأل وتقول مثلا طب انا اعرف امتى أحكم على ابني إنه عنده صعوبات تعلم؟ من سن 5 سنين ل9 سنين أقدر أحكم عليه إنه في السن ده بيظهر أعراض صعوبات التعلم. دي بتكون إيه؟ بتظهر بقى في صورة إن هو حاجة اسمها ضعف التمييز البصري، ضعف الإغلاق البصري، إن هو مثلا ما يقدرش يكون مفهوم متكامل عن الشيء، بتلاقيه يقرأ كويس ولكن تسأليه مش فاكر، مش عارف يجاوب، لان عنده مشكلات في الذاكره. عندنا الذاكره 3 انواع. طب ممكن بينسى مثلا بسرعه، ده عادي ولا هو الذاكره بقى الخلل في الذاكره ايه؟ عندنا الذاكره اللحظيه او حسيه، ديت يعني ايه نص ثانيه كده، اقل من الثانيه. وفي الذاكره قصيره المدى، دي نص دقيقه. وفي الذاكره طويله المدى بتبقى في حدود من 19 كده دقيقه ل 30 سنه، ان حاجه اللي انا بفتكرها كتير. هو عنده خلل في التذكر ده، عنده خلل في الاغلاق البصري، عنده خلل في الادراك السمعي، ان انا ممكن اقول يعني له حاجه ما يفتكرهاش. يعني ايه عنده صعوبه في الاغلاق البصري او خلل في الاغلاق البصري؟ ان هو مثلا لو اديته مثلا حاجه مش مكتمله ما يقدرش ان هو يكون مفهوم كبير عنها. يعني مثلا لو في تفاحة مثلا نصها أو جزء منها، فهو ما يقدرش يقول إن دي إيه، يكون مفهومها جوه ذهنه، غير لما تبقى كاملة قدامه لكن هو ما يعرفش كاملة. يكمل بنفسه يعني. فبالتالي ده بيبقى عنده مفاهيم غير مكتملة. عنده كمان اضطراب اسمه الديسلكسيا اللي هو العسر القرائي، بتلاقي عنده خلل في التآزر بين حركة الإيد وعينه. يعني مثلا يجي يقرأ بتلاقي صبعه في أول السطر وعينه في آخر السطر، فهنا في حاجة اسمها الديسلكسيا أو اضطراب العسر القرائي. دي كارثة إن هو مش هيعرف يقرأ كويس. في خلط بين الحروف، يعني الكاف يقولها قاف وبالتالي يغير المفاهيم. طب دي صعوبة التعلم ولا ده مثلا عنده مشكلة في التخاطب؟ ما أنا كده هيبقى في حاصل دمج. هو بيحصل خلط بالفعل هنا. مشكلة التخاطب إن هو عنده اضطراب في النطق، لكن إحنا بنقول إن صعوبة التعلم إن هو بيحصل عنده خلل في الإدراك نفسه. هو ده الفرق. هو أصلاً مش فاهم. مش فاهم. هو عدا عملية الإدراك، لأن عمليات الانتباه والإدراك والذاكرة عنده خلل فيها. زي ما قلنا إن صعوبات التعلم هو بيبقى ذكي. ويعني بيتراوح ذكائه ممكن من 9، يعني الطبيعي ان هو يبقى من 90 ل 110. بيبقى احيانا درجه ذكاء عاليه عن كده كمان، لكن اللي هو بقى عنده اضطرابات في الذاكره او تاخر او كده بيبقى اقل من 90، وده بيبقى نقدر نقول ان هو ضعف في الذكاء. فليس هناك علاقه، عشان برضه اطمن الناس، ليس هناك علاقه بين الذكاء وبين صعوبات التعلم. الأكتر من كده في مشاهير زي ليوناردو دافنشي وزي بابلو بيكاسو، دول عندهم صعوبات تعلم. محمد علي كلاي بطل العالم في كمال الأجسام، ده برضو كان عنده صعوبات تعلم. فعايز أقول إن ده مش معناه إن الولد هيبقى عنده مشكلة أزلية ومستمرة، ولكن احنا نقدر نقول ان احنا نستغل قدراته ونستغل طاقته ديت في مواهب. بقى بتلاقي الطفل ده عنده مواهب رائعة في الامور الحركية والعملية، وبتبقى طبعا نستغل القدرات دي. بس في اخطاء بيقع فيها الاباء والامهات، احب انصحهم في بداية العام الدراسي بلاش تقارنوا اولادكم يا جماعة بغيرهم، لان الولد لما انا بقارنه
بغيره، بيحس بالفشل ويحس بالنقص ويحس بالعجز وان هو مش زي زميله، وبيكره اللي انت بتقارنه بيه. والاكتر من كده يعني بيجي لي ناس يجاوب صح بس هو تقديره لنفسه منخفض، فبيقول انا تقديره يعني هو حاسس ان هو قليل. طبعا ده انا ولد جالي عمل حاجه بنسبه 100% صح، فبقول له تدي لنفسك كام؟ قال لي ادي لنفسي 70%. بقول له ليه؟ قال لي هما قالوا لي ان انت كده. ففكره ان هو انا خدت فكره وحشه عن نفسي اتصدرت لي بناء على ايه؟ المحيطين صدروها ليا، وبابا وماما قالوا لي كذا. فطبعا ما اقارنش نفسي بحد، لان انا كل واحد ليه قدراته الشخصيه اللي بتساعده وتاهله انه يبقى مبدع في مجاله، دي كلها وزنات ربنا اداها لنا مختلفين، ودي حكمه ربنا في الكون يعني. فبلاش المقارنه، بلاش ان احنا ناذي اولادنا من احنا نجبره على حاجه هي اعلى من قدراته، يعني نقول له حل الواجب اعمل كذا. طب نعمل ايه للولد اللي هو ما بيحلش الواجب مثلا كويس؟ هم في المدرسه نفسهم بيدوا واجب كتير نجزأ بحاجات بسيطه. وطبعا انا لما اكتشف ان ابني عنده صعوبات تعلم من خلال التشخيص الدقيق فورا لازم في برامج نفسيه وعلاجيه. دكتور اصلا فكره الاكتشاف نفسها انا هكتشف ازاي؟ ما ممكن انا بلاقي اتاخر بقى عن زمايله ما بيكونش مدرك ان هو اصلا بيجيني شكوى ان هو مش بالظبط. انا كأم مثلا هفسرها ان هو ده مش شاطر في الدراسه. مش شاطر، كلمه مش شاطر دي هي الام لما بتجيلي انا بفهمها من الاعراض اللي بتقولها لي. الاعراض دي هل اعراض تاخر في الذكاء فالولد ده يعني عنده تاخر عقلي، ولا هو صعوبات تعلم؟ بناء على هنا بنوجهه للاختبار المناسب، وبعد كده بيبقى في برنامج علاجي بننفذه معاه في جلسات تاهيليه ليه تساعده على الذاكره والتركيز والانتباه والتواصل البصري، كل دي فيها برامج علاجيه. افرض مثلا طفل ذكي جدا زي ما حضرتك بتقول بس عايز طول الوقت يلعب، طيب دماغه او التركيز عايز مركز في حاجه تانية، مش عايز يحفظ مش عايز يذاكر، ما في خلط كتير جدا. احنا ممكن عندنا يكون طفل مش بيحفظ لكن هو ذكي. جميل، احنا عندنا حاجه اسمها العلاج باللعب، اللي هو فكره ان انا ممكن احول المذاكره دي للعب. احنا بنلعب، هو ايه؟ انا بسال نفسي ساعات اقول هو الولد ده بيحب اللعب ليه عن المذاكره؟ اكيد اللعب فيه حاجه جذابه شدته للعب. طب تعالي بقى نخلي المذاكرة دي لعب، ممكن نربط المذاكرة دي بالواقع، ممكن نعملها على شكل موسيقى، ممكن نحفزه ونكافئه لما هو الحتة دي الشابتر الصغنون ده هوت بعد ما تخلصه هتاخد مثلا بمبونية أو شوكولاتاية. ممكن نحنا نخلي الحاجة دي بصورة لعب، المذاكرة الحاجة نفسها موضوع المذاكرة بطريقة حاجات نلعب بيها، فدي كلها حاجات بتبقى كويسة. وبنقلل كمان الايه الوقت. كمان عندنا الأكلات والمشروبات دي مهمة جدا، دي سبب رئيسي في ظهور صعوبات التعلم. عندنا الأسباب صعوبات التعلم، عندنا أسباب وراثية، في أسباب بيئية. من الأسباب البيئية هي فكرة الغذاء، عندنا فيتامين دي وعنصر اليود مهم جدا ان هو يبقى موجود، وطبعا فيتامين بي 6 وبي 12 واوميجا 3، كل الحاجات دي موجوده في اكلات ومشروبات وتغذيه علاجيه مهم ان احنا نراعيها. بما ان احنا في بدايه الدراسه الاباء والامهات يراعوا موضوع الاكل، واللي قبل الاكل الميه. الولاد بيحتاجوا 3 لتر ميه كل يوم، البنات 2 لتر و2 من عشر. فمهم ان انا اوصلهم الكميه بتاعه الميه دي لانها بتنشط الاكسجين في المخ وتنظف السموم اللي في الجسم وحاجات كتيره جميله قوي للتركيز والانتباه. الاوميجا 3 طبعا موجوده في الاسماك بكل انواعها خاصه السلمون والتونه. انا ابدا من امتى اهتم بالتغذيه بان انا ادخل العناصر الغذائيه دي للجسم؟ من امتى؟ من سن 3 سنين ابدا ان هو اللي هو الاكل الطبيعي ان هو بياكله يعني، وابدا ادي له بقى عناصر اللي هي فيها الفيتامين دي والعناصر فيها فيتامين بي 6 وبي 12 عشان الجهاز العصبي. ميه الرز مفيده جدا، زيت اللافندر استنشاقه بيساعد على التركيز والانتباه ان هو يستنشقه وان هو يدلك هنا كده في المنطقه دي اللي هي الفص الجبهي في المخ ويرش على المخده، دي بتدي انتباه وانتعاش. الخميره قرص خميره قبل النوم يوم ويوم، ده بيساعد على تحسين الذاكره والانتباه. الكيوي، الخضروات بانواعها، الخس، الجرجير، الاسماك بكل انواعها، كل الحاجات دي حاجات جميله جدا بتساعد على التركيز والانتباه. والبيئه الهاديه، ان النزاعات في الاسره والخلافات الاسريه، الولد لما يشوف كده ما هو هيبقى في مشتت وهيبقى مش منتبه، وطبعا لما يشوف الاسره بالشكل ده هيتاذي نفسيا ويتاثر، يبقى عنده خلل في التركيز. طيب افرض انا ام
تجاهلت يعني عارف كل الحاجات دي وتجاهلت ان هو في صعوبة تعلم او خلاص استسلمت للفكرة ومش هعمل حاجة، ما روحتش مثلا للدكتور، ما عملتش حاجة في البيت، ما اهتمتش ان انا اكله كويس، ما خلاص تجاهلت الموضوع، هيكون ايه تأثيره بعد كده يا دكتور؟ طبعا تأثيره بعد كده ان الولد ده يعني عايز اقولك مش بس الموضوع بيظهر في صعوبات تعلم، عارفة احساسي ان انا اقل منك، عارفة احساسي ان انا باركن لان انا مش هنجح في الشغل، عارفة احساسي في العلاقات الزوجية، بيجيلنا ناس عندهم ضعف ثقة بالنفس في ان هم يبقى مش قادر يدير اسرته، دي كلها حاجات تطورات ملهاش حدود يعني، مهم ان احنا ناخد بالنا منها. بس انا عايز اقول لكل ام يعني خلي بالك العلاج بيبقى مهم جدا، والاكتر من كده هو مفيش علاج يعني ثابت لعلاج صعوبات التعلم، ولكن برضو للاسف بعض شركات الادويه عملت ماركتنج لنفسها بانها تديكي نوع من الفيتامينات وتقولك ده بيعالج صعوبات التعلم، ده نصب. ليه؟ لان مفيش حاجه اسمها الدواء ده بيعالج صعوبات التعلم، هو بيحسن التركيز بس، هو عايز يعمل ماركتنج لنفسه لانه يقول لك ده بيعالج صعوبات التعلم. العلاج الرئيسي هو فكره التاهيل النفسي والتربوي سواء في الجلسات او في الاسره والارشاد الاسري اللي هم لازم ينفذوه. مهمه جدا انها تهتم بالناحيه الغذائيه، مهم انها ما تقارنش اولادها بحد، مهم ان هي تنمي مواهبهم الثانيه لان هو بيعوض الطاقه دي في حاجه ثانيه، فثقته بتزيد في الحاجه الثانيه دي حتى لو قليله في ايه في الدراسه. فهنا هيحصل توازن، وعايز اقول لك ان انا لما ابقى فكرتي عن نفسي كويسه انا ممكن انجح حتى لو انا قدراتي ضعيفه. فهي دي نقطه بتبقى مهمه جدا ومطلوبه. فكره يا دكتور ان انا اقول مثلا للطفل او مثلا جات لي شكوى منه في المدرسه فافضل اقول له ده انت خايب، ده الميس بتشتكي منك، ده مش عارفه ايه، ده ممكن يخليه مثلا ان هو كان كويس او ان هو ممكن يحقق نتائج كويسه ويتراجع. بيختلف لان في حاجه اسمها انديفيدياليست، الفروق الفرديه، بيختلف ده من واحد للتاني لان كل شخصيه ليها مفتاح في طريقة التوجيه، بس أفضل وأمثل طريقة هي التشجيع. ما عرفناش أن التأنيب أبدا جاب نتيجة إيجابية، ولا الضرب ولا العقاب ولا الأمور دي، ولكن أنا بعمل إيه؟ أنا ممكن أوجهه بشكل حلو أن أنا أقوله على فكرة أنت شاطر، أنت بطل، أنت قوي. العبارات دي على فكرة بترسخ في ذهنه وبيبدأ يعمل سلوك يتناسب مع الفكرة اللي خدها عن نفسه، بيترجمها سواء فكرة إيجابية فهيترجمها في سلوك إيجابي إن هو يبقى شاطر، وسواء فكرة سلبية هياخدها يترجمها في سلوك سلبي. طب هو فعلا خايب ومش شاطر، هنقول عليه أنت شاطر، أنا هبدأ إن أنا أحفزه بإن أنت شاطر ولكن، اللي هو فكرة نعم ولكن، أنت شاطر ولكن إحنا هنشد حيلنا علشان نبقى كذا، وإنت لو تحفيز بقى إن أنت لو ذاكرت الحاجة دي هنعمل كذا. ومهم أوي إن أنا ما أديش ثقل كبير على الأولاد في المذاكرة، بأن طفل صعوبات التعلم ده بيحتاج أجزاء بسيطة علشان يتقنها، وكمان البيئة المحيطة ما تبقاش مشتتة، ما يبقاش قاعد مثلا في الصالة واللي حواليه رايحين جايين، فبيبقى سهل الاستثارة وسهل الاندفاعية وسهل التشتت. فمهم أن أنا أديله أجزاء بسيطة وأكافئه عليها فيحس أن هو أنجز، وأنا لما أعمل جزء بسيط وأتكافئ عليه ده أنا شاطر أهو، فأخد فكرة حلوة عن نفسي. وبالتزامن بقى مع الحاجات الحركية، الأنشطة اللي هو ممكن يعملها بشكل دوري سواء حاجات فنية سواء ألعاب رياضية، دي طبعا بتنشط قدراته برضو وتنشط تركيزه وانتباهه بشكل تاني وتفرغ الطاقة اللي عنده، لأن طفل صعوبات التعلم بيبقى برضو من ضمن أعراضه أنه هو بتلاقيه حركته زادت نتيجة أنه مش فاهم مش عارف، فهيعمل ايه؟ هيلعب بقى في القلم، هيضرب زميله، فهتلاقي سلوكيات انحرافيه ظهرت عليه نتيجه ايه؟ صعوبات التعلم هي في الاساس. طيب احنا في دقيقه يا دكتور، يعني دلوقتي بقى في البيبي كلاس وبودي يعني الطفل يلعب ويعمل ازاي يعني مثلا في الدراسه نفسهم مش عندي انا، اعرف ازاي ان هو عنده صعوبه تعلم فانا اقول للام ان هو عنده صعوبه تعلم ده من البيبي خالص؟ احنا هنلاحظ ده في اللعب، طريقة اللعب نفسها بتلاقيه مثلا تحدفي له الكورة ما يلتقطهاش بالشكل المناسب، بتلاقيه مش منتبه او بتلاقي ثقته بنفسه، يعني فكرة عارفة انا لما احدف الكورة في الباسكت طريقة حدفها وهزت ايده بتبان في شخصيته. وكمان فكرة اللي هو ما بيتجاوبش ويتفاعل مع زمايله، بتلاقيه ما بيتقنش الشيء المطلوب منه حتى في اللعبة، أداء المهام ما بيتقنهاش للآخر. دي كلها حاجات أعراض ممكن أقدر أن أنا ألاحظها على ابني، بلاقيه مشتت، بلاقيه ما عندوش هدف يعني للعبة. ما ينفعش نتلكك مثلا نقول ده صغير مش فاهم،
لا ما ينفعش، لازم ان انا اهتم بكل صغيره هتظهر، لان دي بتعبر عن شخصيته بعد كده. زي ما قلت لك يعني الفاجعه كبيره قوي لو سبته، هتلاقي فيه اخطاء بتحصل في نجاحه وفي شخصيته وفي سلوكيات انحرافيه ممكن تظهر، يكون ناقم على المجتمع ان هو مثلا ما خدش حقه. فكل الحاجات دي احنا لو وجهناها إعادة تدوير للطاقة، فده هنلاقي نتيجة هايلة إن هو يبقى شاطر في حاجات تانية، بيبقى مبدع. زي ما قلت لحضرتك في مشاهير في المجتمع موجودين في وسطينا وهم أصلا كان عندهم صعوبات التعلم، ولكن النصيحة اللي بقدمها فكرة اوعى تسيب ابنك وتتجاهله أو تتجاهل الأعراض دي. فكرة إن أنت اوعى تخلط بين صعوبات تعلم وانخفاض في الذكاء، ولازم إن احنا نتوجه صح عشان نقدر نعالج صح، عشان ولادنا هم حياتنا في المستقبل. أنا مشكورك جدا يا دكتور، يعني نورتنا كده، زي عملت كشافات كده حوالين ازاي ننتبه لتصرفات الولاد، ازاي ان الواحد ياخد باله واخد اجراء، مش بس اخد بالي، اخد اجراء بقى ان انا اتحرك فعلا انقذ يعني ما يمكن انقاذه مع الطفل. مشكورك جدا دكتور مينا عزت، استشاري الصحة النفسية. نشكر حضرتك على كل المعلومات والنصايح، نورتنا يا دكتور. مرسي، شرف ليا. مشاهدينا كده خلصت حلقتنا النهاردة، ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح مين. إلى اللقاء.